طالما بقى المشاعر حلوه بالشكل ده، ايه رايك نفكر الناس بالثلاث جوائز؟ صحيح كده، خش على الاخبار الحلوه. كان يوم الاربعاء انا وكريم، كان معانا المهندس مصطفى احمد، ولو تفتكروا البوم الاهلي، وكان عرض معانا سؤال في الحلقه، واللي هيجاوب صح قلنا ابتدوا ابعتوا لنا من يوم الاربعاء لغايه النهارده. النهارده هيبقى اخر يوم تبعتوا لنا فيه. السؤال كان كالتالي: متى تم انشاء ملعب التتش، وكان قبل كده اسمه ايه؟ قبل ما يطلق عليه التتش كان قبل كده اسمه ايه؟ ده كان السؤال يوم الاربعاء. ناس كتير بعتت من يوم الاربعاء بصراحه، لحد دلوقتي ناس بتبعت. النهارده اخر يوم، وان شاء الله الفائزين الثلاثه، لان ثلاث البومات مش واحد بس، هيكونوا معانا يوم الاربعاء باذن الله. بنظبطها مع اداره القناه ان انتم تشرفونا هنا معانا في الاستوديو اخر ربع ساعه في الحلقه يوم الاربعاء ان شاء الله، ونتقابل معاكم ونتصور معاكم، وكمان تستلموا الالبومات على الهواء. فاعتقد فرصه جميله وما تضيعوهاش بقى، ابعتوا لنا من دلوقتي، واخر الحلقه ان شاء الله هيبقى يعني نهايه ان حد يبعت لنا.